رابط الأطباء النفسيين في سوريا يؤدون واجبهم الوطني في من خلال القيام بهذه النشاطات العلمية وورشات العمل. والمعروف أنه في الأزمات والحروب تزداد الاضطرابات والأمراض النفسية، وهنا يأتي دور نقابة أطباء سوريا من خلال الروابط العلمية بإقامة هذا النشاط العلمي بعنوان الصحة النفسية وتبعات الحرب، حيث يقوم أطبائنا بدورهم الفعال بالاهتمام بالنواحي النفسية والاهتمام بكل ما يخص الوقاية وتقديم الرعاية الصحية والعلاج وإعادة التأهيل لمنع حدوث الإعاقات وإعادة انخراط الأشخاص المرضى في المجتمع ليكونوا منتجين. من خلال مشاهدتنا عم نشوف آثار كتيرة عن نفسية الإنسان، ولذلك رح نحاول حتى نحط مشاريع لإجراء دراسات أو أبحاث بهذا المجال. ويمكن بهاي المؤتمر لأول مرة منعلن حتى عن شي جائزة الرابطة السورية للبحث العلمي، رح يكون أول مرة. طبعا كل هذا كان اكتشفنا أنه في أبحاث علمية منيح بسوريا تمت بهذا المجال، وكان خرج نبحث عنها ونلاقيها، اكتشفناها رح نشوفها اليوم أو بكرة خلال هذا المؤتمر. الإعمار هو إعمار الإنسان قبل كل شيء، عودة هيكلة الإنسان السوري اللي في كتير نتيجة التعرض بالمناطق خاصة اللي كانت حادة وفيها قتال وكذا، صار في تشوه بالحالة النفسية الداخلية، في عدم ثقة بالذات، هذا كلياته بده إعادة بناء. بالإضافة لهيك رح يظهر عنا أزمات زيادة نسبة المعاقين الأطفال، زيادة الإعاقات لدى البالغين نتيجة الحرب وفقد الأعضاء. لا شك أنه الحروب بتترك آثار كتير كبيرة على المجتمعات من كل النواحي، من الناحية الجسدية، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية الاقتصادية إلى ما هنالك. مهم جدا أنه نحن نبلش نفكر فعلا بإعادة أعمار حقيقي. الحرب لن تنتهي بسوريا إذا ما كان في إعادة أعمار حقيقي على المستوى الثقافي والإنساني. حلب تعرضت لحرب كبيرة، يعني كان الرهان الكبير للإرهابيين على سقوط مدينة حلب، والحمد لله هذا لم يتحقق بفضل تضحيات الجيش العربي السوري. طبعا بشكل أساسي نقوم بدراسة وتحليل كافة الظروف التي أدت لهذه الحرب وما أثرته على الإنسان السوري وكيفية تجنب المشاكل النفسية التي قد تحدث مستقبلا. طبعا نتعرض لتأثير الحرب بشكل مباشر، كيفية تأثير على سيكولوجية الإنسان وعلى نفسيته وعلى تصرفاته.